صاحي ولا ايه؟ استني ايه؟ وانا اقدر انام من غير لما اشوفك وانت راجع سكران؟ يا حبيبتي هو جاز واحد بس، بس يعني كبير شويه. هتفضل طول عمرك تافه. نفسي تبقى مره واحده راجل. انا راجل غصب عنك. هو فين الراجل ده؟ هو انت حتى قادر تدفع ايجار البيت اللي احنا عايشين فيه؟ ابقى وريني بقى يا حضره الراجل هتعمل ايه لما نترمي في الشارع. متخافيش يا رهيبي، مش هنترمي في الشارع وانا هدفع الايجار. تعالى هنا، مش هتدخل الاوضه دي لما تفوق من القرف اللي انت بتشربه ده. واقعد بقى فكر لنا في حل في المصيبه اللي احنا فيها. نفسي اشوفك راجل.